نجحت إمارة دبي في تأسيس هوية ثقافية متفردة تعكس تمسكها بجذورها العربية الأصيلة وغناها بالكنوز التاريخية. متاحف ومواقع تراثية تغنت بأمجاد الماضي للؤلؤة الخليج دبي، ورسمت صورة المدينة الحالمة بين ماض عريق ومستقبل مشرق. 5 متاحف نتعرف عليها هنا، تأخذ زوار المدينة العالمية في رحلة عبر الزمن وتروي لهم أصل الحكاية، حكاية الإبداع الإنساني الذي شكل وجه دبي الحاضر. حصن الفهيدي يقع جنوب خور دبي، وأنشئ عام 1787 وأعيد ترميمه عام 1971 ليصبح متحفاً يطلع زواره على تاريخ دبي ونمط الحياة القديمة. متحف المسكوكات يأتي بأحد مساكن حي الفهيد التاريخي، وحول لمتحف عام 2004، ويتيح للزوار الاطلاع على مسكوكات نقدية من عصور تاريخية مختلفة. متحف الاتحاد يحمل طابعاً حيوياً بسمات القرن 21، ويركز على إلهام زواره فيحكي قصة تأسيس الاتحاد. متحف الشندغة تأسس في إطار مبادرة لتحويل خور دبي لمركز إقليمي للثقافة والتراث، ويأخذ زواره في رحلة استكشافية عبر صور ومقاطع فيديو توضح مراحل تطور دبي. متحف نايف في عام 1997 تم تحويل جناح من قلعة نايف لمتحف رسمي يرتاده الزوار ليتعرفوا على تاريخ الشرطة والخدمات الأمنية بإمارة دبي.